انا وضعي هلق حبيس، اتخذت وما بدي اطلع بالطول، يعني بلكي هيك من الله، بنطلب من الله حدا يساعدنا وينظر بوضعنا. من سنين طبعا انا صار معي ولادي نقص تغذيه، كمان صرت اتركه بلا دواء، ويلي اكل الاولاد وويلي هوي. صوت بال 2015 كنت طالع على شجرة ضربت طيارة وقعت، انكسر معي الفقرة الخامسة والسادسة، سويت العملية، يعني حطوا لي سياخ بظهري وشالوا لي على الرئتين 5 كليات دم. سويت عملية تانية بعد فترة، قال إن شاء الله تعالى بيمشي حالك، بس بدك علاج فيزيائي وعمل جراحي. الساعة ثالث عملية، أول عملية كان عندي 4 بقرات بعتين، وبعت ورثتي من عند أهلي وما خليت حيتي، عملت له إياها ب1,400,000. تاني عملية نزحنا، هلكت كتير لعملت له العملية التانية، وهلق بتمنى إني أقدر استمر معه بالعلاج وجيب له أدويته، والتغذية كمان إلها دور. حاجة علاج فيزيائي، بحاجة دواء، بحاجة ماتور كهرباء طلعت نقل فيه، يعني بروح على المركز، في مركز بعد عنا 10 كيلومتر، هلق يكون عندي آلية اتنقل فيها. كنت رحت على الماتور الكهرباء، رحت أحسن، ما بدي أخذ سيارة خاصة، بدها شيء 150 ليرة. يعني من ضيقة المطرح، حنا عندنا غرفة 3×3 6 أنفاس، يعني حاطينه برا لحتى انه هيك يشم الهواء شوي. هلق العيلة بدها كل يوم 4 ربطات خبز بهديك الحسبة، من عدا الطبخة ومن عدا ما يعني يلحقها. أنا لو في يعني مثلا لو في بيوتنا وفي أراضينا طبعا ما بنزل لحدا، بس من ضيعة لضيعة ننزح، وما عندنا غير رحمة الله. وبده حفوضات 3 سنين 4 سنين، وانا حط له حفوضات، ما خليت لا منظمي لا شخص انه بينشد في الظهر الا استجرت فيه بعد الله. كمان انا ما بقى اقدر عينه، يعني كمان صار معي دسك ومناقير، والاولاد من جناب، ولبس الاولاد من جناب، والاكل من جناب، والدواء من جناب، والله يكون بالعون. بتمنى هيك يقوم امشي مثل العالم، والدكاتره عم تعطيني امل انه بتعالج وده وبتمشي، وبتامل من الله هيك امشي مثل اي واحد. بتمنى هيك ماتور هيك يكون من هودي هالثلاث دوالي، بشوف كل هالعازين راكبينين.